اي فنان بيعمل اعمال كبيره وناجحه حياته بتبقى يعني تحت الانظار، والجمهور بيبقى مهتم جدا يعرف كل حاجه عنه، حتى بعد ما يرحل عن عالمنا الجمهور بيبقى لسه عايز يعرف كواليس واسرار عن حياته حتى مقتنياته، فاحيان كثيره جدا بتتعرض في مزادات. متحف رواد الفن المصري استلم امبارح مجموعه فريده من مقتنيات الفنان الراحل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ عشان تتعرض ضمن مقتنيات رموز رواد الفن المصري، ومن ضمن المقتنيات دي كانت الكرافات اللي ظهر بيها العندليب في فيلم معبود الجماهير أمام الفنانة العظيمة شادية، ومجموعة من الصور وخطابات المعجبين. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ ياسر الصادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. صباح الخير على حضرتك. أهلا يا فندم. يعني العندليب فضل وكان وهيفضل محل اهتمام لينا كلنا، عايزين نعرف مقتنياته كانت ايه، مهتمين ان احنا نعرف ايه اللي استلمه المتحف عن العندليب الاسمر. والله احنا تواصلنا مع ابن اخو العندليب الاسمر الفنان محمد شبانه، ودعيناه لزياره المركز وجي وشاف المتحف، متحف رموز رواد الفن المصري، والحمد لله نال استحسانه جدا، فبدات بقى اطلب منه. طيب استاذ ياسر يمكن الصوت مش واضح قوي. بقول لحضرتك تواصلنا، سامعني كده؟ مع استاذ شبانه. تواصلنا مع الاستاذ محمد شبانه ابن اخو العندليب الاسمر عليم حافظ، فجي وشاف المتحف ونال استحسانه، فطلبنا منه ان يهدي وزاره الثقافه ممثله في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه بعض من مقتنيات فناننا العظيم الراحل. فوافق الحديث فعلا، ووفى بوعده وجه وقدم مجموعه يعني عظيمه، ودي اول مره يبقى الدوله لديها بعض المقتنيات العندليب الاسمر. هنسوقها ازاي كدوله بقى يا فندم؟ يعني هنعمل ايه؟ هنسوقها ازاي كدوله؟ احنا معانا النهارده مقتنيات حد عظيم يعني يعرفه القاصي والداني من المحيط الى الخليج، ودايما عندنا مشكله كبيره في تسويق هذه مثل هذه منتجات او مثل هذه مقتنيات. حضرتك عامل خطه لتسويق ده ازاي؟ نجذب بيها ازاي سائح خليجي عربي يعلم جيدا من هو العندليب الاسمر؟ انا هقول لحضرتك العندليب الاسمر نجمنا العظيم ونجم الوطن العربي ضمن مجموعه كبيره من رموز ورواد الفن المصري. عندنا سيد درويش وعود سيد درويش وطربوش سيد درويش وعصايد درويش، عندنا الملحن الكبير داوود حسني، عندنا تراث، عندنا يوسف وهبي مع هذه الالقاب، عندنا بينا رزق، عندنا فنانين عظام، توفيق الدين، محمد رضا، شكري سرحان، عندنا مقتنيات تصل الى 80 فنان وفنانه من كبار ورموز الفن المصري. واحنا بالفعل بدانا بعد افتتاح معالي الوزير الثقافه للمتحف، جاري طبع التذاكر الاسبوع الجاي، هيبقى في تذاكر وخطه تسويقيه ان احنا هنعمل برشور هيعمم على كل شركات السياحه، وهنتواصل مع شركه مصر للطيران وشركات السفر، شركات الطيران المختلفه، بحيث انه يبقى موضوع على خطه السياحه بالفعل. وعندنا من ابناء نجومنا اللي اليوم مقتنيات، عندنا الخبير السياحي الكبير اشرف حسن البارودي، برضو احنا شغالين في التسويق وشغالين في طرحه للجمهور المصري، وده الاهم، انه يتواصل مع الرموز والرواد دي ويقتدي بيهم ويبقى دعوه لفن حقيقي هادف، ودي تحقيق للرياده المصريه يا فندم. طيب محدش هيتوانى بتاعها. استاذ ياسر، هل فعلا من ضمن المقتنيات دي كانت كلمه بخط ايد العندليب عن فكره يمكن كتابه مذكراته؟ ولو كده ايه ضمن ايه مضمون الكلمه دي؟ لا هي يعني مش قدامي دلوقتي، بس هو مقدمه بخط ايده فعلا، مقدمه المذكرات اللي اهداها العندليب الاسمر
لروزا اليوسف اللي قدمها لروزا اليوسف في السبعينات. مجملها ايه لو حضرتك تفتكرها؟ لا هو اصل بيقول انا كل ما ابدا يعني بحاول افتكر حياتي بصرخ فيها الام ومعاناه كبيره، بس انا ارتضيت دلوقتي بعد التعب والالم ده ان انا اقعد احط ذكرياتي على الورق. يعني هي كلمه برضو العندليب الاصغر عانى كثيرا. صحيح. من ضغوط الحياه سواء صحيه او اجتماعيه، مشوار كبير، ويمكن ده الهدف من اهداف المتحف انه يقتدي شبابنا وابنائنا اللي لسه طالعين بالرموز والرواد دي ويعرفوا معاناتهم ومثابرتهم حتى يصلوا الى هذه المكانه أكيد. المرجوه. ايوه يمكن كان في حمله اطلقت من يعني عدد من الشهور اسمها حمله لن يضيع، اطلقها كاتب صحفي اسمه وائل السمري في اليوم السابع، وكانت بنفس الكلام ان احنا لن نترك مقتنيات المشاهير عرضه للبيع في مزادات او ما خلافه، صحيح؟ هل في تنسيق مع حاجه زي كده؟ او وانتوا في المتحف عندكم ازاي بتتعاملوا مع الورثه؟ يعني بيبقى في لان واضح ان عندك اكتر من حد زي ما قلت لي يوسف وهبي والعندليب، قلت لي اكتر من اسم فات. لا هقول لحضرتك، انا المتحف ده منشا بقرار وزاري سنه 81 المركز، وبدا رؤساء المركز السابقين بدءا من الاستاذ العظيم الاستاذ نبيل الفي رحمه الله عليه، الاستاذه ليلى جاد، الاستاذ الدواره، الاستاذ الدكتور حمدي جابري، ناس كتير قامات كبيره بداوا يجمعوا مقتنيات، بس ما كانش المركز له مكان مقر لغايه لما جه الاستاذ محمود الحديني ترأس المركز وحصل على موافقه من الفنان فاروق حسني وزير الثقافه الاسبق بترخيص والحصول على هذا المقر، الفيلا الكائنه في الزمالك 9 حسن صبري تبقى مقر للمركز لانها كانت المجلس الاعلى للثقافه، وتم نقله الى الاوبرا. من هنا بدا فكره اقامه المتحف، وسعى جاهدا الاستاذ محمود ان يتمم الفكره بالمبنى وتوظيفه وكده، بس ما اسعفوش الوقت لانه انتقل الى اداره البيت الفني للمسرح. جه بعده الاستاذ الدكتور ابو الحسن سلام عمل تصور لحديقه متحفيه وجاب فعلا طلبه من كليه فنون جميله وتحت اشراف المثال العظيم زوسر مرزوق، وبداوا يعملوا تماثيل للرموز والرواد، وبرضه الوقت ما اسعفوش. بعدها ب 13 سنه جه الاستاذ مختار عبد الفتاح رئيسا للمركز حاول يعمل مرحله اولى ويعرض هذه المقتنيات على في القاعه الرئيسيه كنوع من انواع تقديم المتحف. بعدها بست سنين توليت انا. ايوه. بدات بقى حطيت القضيه بالنسبه لي مهمه جدا. كان لسه المكان ما توضبش عندنا من الرموز، كان 9 تنفار، 9 فنانين عظام طبعا. فما عنديش الكم الكافي اللي يقدر يتيح ليا. النهارده بنتكلم في كام فنان؟ مقتنيات لكام فنان؟ حوالي 79 80. وجاري كمان استلام المقتنيات. تواصلت مع المستشار ماضي توفيق الدين ابن الراحل العظيم توفيق الدين رئيس جمعيه ابناء فناني مصر. صحيح. ومن هنا بقى بدات اقنعه بالفكره فاقتنع جدا. قدم مقتنيات للراحل العظيم توفيق الدين وبدا ينشر الفكره بين اعضاء الجمعيه وبقى في عده لقاءات بيني وبينهم اقنعتهم ان هم يقدموا مقتنيات، وعشان كان لسه ما وضبناش المركز وعشان يبقى في مصداقيه لتقديم المقتنيات عملنا المشروع مصاحب للمتحف لنشر فكره المتحف. عملنا اجنحه متحفيه في كل مسارح الدوله بالقاهرة، 10 أجنحة متحفية. حلو. كل مقتنيات الفنانين العظام دي بتوضع في المتحف داخل كل مسرح بيشوفوه رواد وجماهير المسرح طوال ليالي العرض، يعني بنعمل عملية تغيير. لما حصل ده حصلت مصداقية إن المقتنيات مش هناخدها نشيلها، فبدأوا الناس يهتموا يقدموا أكتر. الحمد لله الفكرة نمت، بدأنا نعمل في المحافظات. صحيح. عملنا 8 محافظات لغايه دلوقتي من باب نشر الوعي الثقافي وتوزيع العداله الثقافيه حسب سياسه الدوله وحسب توجيهات في قامه الرئيس. صحيح. يعني
فبدأنا بقى نعمل الفكرة الأم بقى إن إحنا نوضب المتحف. الحمد لله كان الظروف المادية وكورونا وحضراتكم عارفين الضغط الاقتصادي يعني الموجودة. إحنا مهتمين جدا 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 بمقتنيات الفنانين العظام، يعني إحنا حابين إن إحنا نشوف العندليب يمكن كتب إيه أو كان حابب يكتب إيه في مذكراته، حابين نعرف أكتر. ومش يمكن مش إحنا بس، المصريين كلهم أكيد فنانين كبار جدا في متحف رواد الفن المصري. نشكرك أستاذ ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على هذه المكالمة، شكرا لحضرتك.